حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير الى هذه الحلقه ليوم السبت، وضيفي فيها غسان سعود. صباح الخير. صباح الخير لك للمشاهدين. شكرا غسان. بدي ابلش معك مباشره من موضوع لقاء سمير جعجع اللي عم بيصير بهذه الاثناء بمعراب. هل هي محاوله لترأس معارضه، واي معارضه يريد ترأس سمير جعجع؟ لك انا بقول انه اول شيء يعني ما فينا يعني تنفوت عليها، بدنا شوي نرجع لورا. سمير جعجع عم بيعيش بحاله من القلق وبحاله من الارباك. انا بعتقد معظم الافرقاء المسيحيين عندهم اياها، كل واحد بيعبر عنها بطريقه ما. نحن امام مرحله كثير دقيقه، بهذه المرحله الكثير دقيقه سمير جعجع عم بيشوف السعودي عم يعمل استداره جديه كبيره باتجاه سوريا، وعم بيشوف الامريكي عم يعمل استداره ايضا جديه كبيره باتجاهها لايران. هو خطابه ومنطقه وكل جوه كان بمحل آخر. أيضا يحكى كثير عن يعني إيقاف، إذا بدك، الضفق المالي السعودي اللي كان قائم لسمير جعجع خلال كل السنوات الماضية، كمان هذا عامل كثير مؤثر وضاغط. ثلاثة، سمير جعجع عم بيلاقي حاله في هذا المشهد دون، لأول مرة دون خلفية سنية. يعني سمير جعجع ب 2005 وقت طلع كان عنده شريكين، السنة والدرزي بشكل رئيسي. من بعد يلي عمله مع سعد الحريري ما قدر يلاقي أو يوجد له حيثية سنية، بما في ذلك حتى أشرف ريفي. يعني هالقد ما قدر يعمل تشبيك سني حقيقي. بس في قبول لسمير جعجع سنيا أكثر مما في قبول لباقي الأفرقاء المسيحيين. إيه هلا القبول شيء، وإنه نحن متفاعلين معك شيء تاني، إنه أنت تقودنا شيء تاني، إنه إيه سمير جعجع ما عندنا مشكلة معه، يعني منحب مواقفه، وهذا كله شيء. وأنا حس حالي إنه أنا عندي حاضنة حقيقية سنية شيء تاني. لا، ما عنده حاضنة، ما عنده حلفاء، ما عنده شركاء بالطائفة السنية حقيقيين. الرأي العام ما عنده مشكلة معه لسمير جعجع. لكن هول الثلاث عوامل هن ثلاثة مخليينه بحالة إرباك، ما عارف شو بده يعمل. سو هو مثلا خد بموضوع السوريين، وهلا أكيد بصير الحلقة بنحكي عنه أكثر، بس بموضوع الإرباك إنه أنا في ملف هالقد هو ملف التيار. طيب بروح انا بدي زاحم التيار على ملف السوريين، يعني هالقد عم بجرب يعمل شيء، انه ايه اذا حكيت ضد السوريين بربح بتموضع، بينظروا لي المجتمع الدولي، بيعطوني ضمانات، بيقولوا لي روق، بيعيطوا لي، شو بدهم يعملوا معي؟ اليوم سياق الجمعه هي السياق ذاته، انه انا موجود، انا حاضر، ما فيكم تنطوا فوقي، كله جاي كله بيعكس الارباك تبعوله، واللي يقول انه ما فيكم تنطوا فوقي، هيدي ساعه بيعبر عنها بتعبئه بالشارع، ساعه بيعبر عنها مؤتمر صحفي، في ساعة بيعبر عنا بجمع على المعارضة. بس جمعية المعارضة اليوم إلى رسائل، يعني يترأس المعارضة، يريد القول سمير جعجع أنه أنا اليوم رئيس هذه المعارضة اللي موجودة بالبلد، ونسبة للمشاركين في وجوه موجودة بهذه الدعوة بهذا الجمع يلي ينظمه سمير جعجع. ليك هو لا شك انه هو اليوم يعني العمود الفقري للمعارضه، يعني سواء عمل اللقاء، نجح اللقاء او ما نجح، اليوم سمير جعجع هو الكتله الاكبر في هذا الجو السياسي، وحتى جزء من التغييريين، حتى الكتايب اخر النهار، حتى لو حضروا او ما حضروا، بس كل الوقت بيرجعوا بيمشوا تحت عباءه سمير جعجع. سمير جعجع بيعرف يعمل موجه، هذه الموجه كلهم يقولوا ايه بدنا نروح، يعني بدنا نسير، ما فينا ننط فوقها، ما فينا. ولكن هل هو تحدي عن سمير جعجع انه انت لما تقول معارضه يعني بدك تقول مشروع؟ طب اليوم اجتمعوا وقبل اجتمعوا، شو المشروع؟ شو الافق؟ شو الشيء اللي انت فيك تقول للبنانيين انا هذا شعاري وهذه خريطه الطريق لتحقيق شعاري؟ هلا اهين شيء يجتمع مره جديده يقول انا الرقم الصعب، بس انا شو بدي؟ يعني انت بس قالوا لك تعال فوت على الحكومه، قلت ما بدك تفوت، طيب اليوم بتقول لهم انا ما عم بقدر اعمل الشيء اللي انا بدي اياه. لهيك في يعمل عنوان ولكن دون مضمون. وهو منه الرقم الصعب برأيك؟ يعني مسيحيا أثبت سمير جعجع بالآونة الأخيرة أنه هو منه، لا يمكن الاستهانة بالقوات اللبنانية وحجم القوات اللبنانية وموقع ومكانة القوات اللبنانية على الساحة المسيحية. أنا بوافق 100%. يعني سمير جعجع اليوم هو أكيد قوة مسيحية حاضرة، هو يزاحم التيار الوطني الحر بشكل مباشر، هو أكيد كتلة نيابية، أكيد يزاحم التيار. يعني بالتالي ليش العتب على موضوع النازحين اليوم؟ أنه يتزاحمون ويتكاملون بنفس الملف. لا، أنا اليوم لما أقدم حالي كسمير جعجع كل هذه الفترة الماضية إنه أنا ليك شو اللي عملوا امبارح جعجع ملف النازحين السوريين؟ عمل فعليا شغلتين، إجا بسحر ساحر، وهي المشاهد لازم كتير ينتبه له.
هلا اليوم بدنا نشوف اصلا بيان المعارضه. اجا بواحد شال ورقه حزب الله عن طاوله، كان في ورقه حزب الله على الطاوله، شالها عن طاوله حتى بالجرور وحط موضوع النازحين، هيك اللي عمله الاسبوع الماضي. هلا هل اليوم حيحط الورقتين؟ بدنا نشوف. هل بإعاز خارجي قالوا له شيل ملف حزب الله عن طاوله بقى، اخترع شيء جديد، فراح للشيء الجديد؟ لكن واحد سحب ملف عن الطاولة، اثنين انت جاي لتقول بملف النازحين السوريين، امبارح قالتها نائبة رئيس التيار مارتين، التيار بهذا الملعب، صلوا بهذا الملعب عم بجرب يفوت هدف 13 سنة. فيك تجي يا سمير جعجع تقول انا بدي ساعد، انا بدي اشوف شو فيي اعمل، بس ما فيك تيجي تقول له للتيار ظهر، هذا ملعب لإلي، انه هلا انت بدك تاخذ مشروعيه مواجهه النازحين السوريين. نفس الشيء اللي عملوه ب 14 اذار، انه كان العونيه صلوا من 89 لل 2005 عم بيقولوا حريه سيادي استقلال، بدنا سوريا تطلع لبرا، اجوا 14 اذار صاروا هن الحريه والسيادي والاستقلال وبدهم يكبوا التيار برا. لا، الراي العام مثلا ما قبضه، الراي العام راح ب 2005 بالصناديق وعبر عن انه لا، هو بالنسبه له التيار هو القوه السياديه، بدكم تجوا على هذا المشروع اهلا وميت سهله. وهلا نفس المنطق بده يجي سمير جعجع على مشروع اخراج النازحين السوريين، تنظيم خروج النازحين السوريين، اكيد اهلا وميت سهلا، في يجي وفي يكون شريك وفي يكون قوه ضغط اضافيه بيساعد التيار وبيفيد التيار وبيفيد لبنان قبل التيار يعني. بس ما فيك تجي انت بسرعه انه انت المشروعيه وانه انت اللي عم تعمل المعركه وانه ما في حدا لا قبلك، وانه انت امبارح مثلا زهره انه هو هني ولا مره راهنوا على سقوطه لا 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 لبشار الاسد. بموضوع النازحين السوريين في نقطه رئيسيه يعني، كمان سمير جعجع امبارح في المعركة، دايما سمير جعجع بيحط معركة عالية وبيصير يمرق العناوين الرئيسية. أول جملة قالها سمير جعجع مؤتمره الصحافي شو كانت؟ أول جملة، وهيدي دايما لما واحد عم يعمل مؤتمر صحافي اللي بده يقوله بيقوله أول شيء، أول شيء، أول جملة شو كانت؟ كانت نحن كنا مع ثورة الطفل تبع درعا ولم نكن مع ثورة التنظيمات التكفيرية في سوريا. لا يا حبيبي، انت كنت مع ثورة التنظيمات التكفيرية في سوريا، انت ثورة الصبة تبع درعا ما ضاينت شهرين منيح، بعدين كانت ثورة التنظيمات التكفيرية، انت كنت مع ادلب، انت طلعت تقول ادلب يلي ولا مرة بحياتها شهدت تظاهرات بين اثنين مدنية، يعني بسرعة تعسكرت الثورة فيها. وبالتالي لا، انت حسستنا بلحظة انه الجولاني والشباب كانوا معك بخلية الكتايب، يعني انه صاروا يحكوا عنه القوات اللبنانية باعتبارهم شيء كثير حلو. انت لما طلعت على عرسال ما كان في ثورة الصبي تبع درعا بعرسال، يعني انت ما طلعت تتضامن مع الصبي تبع درعا. وبالتالي هون نحن بدنا ندقق، هل سمير جعجع بهيدي الجملة اللي عم ببلش فيها مؤتمره هو شو عم يفتح صفحة جديدة مع سوريا؟ عم بيقول للنظام السوري تبعا للجو السعودي الجديد انه نحن غلطنا، نحن كنا مع ثورة الصبي مش مع ثورة التنظيمات التكفيرية؟ هل هو مع مين عم يحكي؟ عم يحكي معنا؟ ما عم يحكي هذا مع الجمهور، هذا الحكي ليس للجمهور اللبناني، هذا الحكي لمين؟ للنظام السوري، للاستخبارات السعودية، مين يلي عم يدفشوا له؟ يعني مين يلي طالب منه هذه الجملة؟ برأيك مين؟ أنا برأيي القلق والارتباك جاي من شيء جدي، السعودي بعد 7 أكتوبر عم يعمل علاقة كتير سريعة مع سوريا، عم بيصلح العلاقة كتير بسرعة مع سوريا، وعم بيعمل صفحة جديدة مع سوريا، وعم بيقول أنا بالمنطقة شريك الاستراتيجي هو بشار الأسد بسوريا. قادر سمير جعجع هو هلا كمان بالمقابلة قبل ما وليد عبود انتبه طلع تيقول، سأله وليد عبود وأنا برأيي يعني منسق، طلع تيقول أنه أنا مني حليف للسعودية، أنا صديق للسعودية. بس هو عم بكرر هذا الموقف، كرره حتى قدام نقابة المحررين بموقف كان واضح أنه نحن كنا حلفاء السعودية، اليوم نحن بمرحلة الصداقة مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي هل أنا عم بطلع أقول هل مقتضيات الصداقة تقتضي أنه أنا أعمل هذه الاستدارة؟ كيف صديقي الإقليمي عم بيصالح سوريا وأنا بدي سب سوريا؟ كيف صديق الاقليمي عم بيصالح ايران وانا بدي سب ايران؟ هون لارجع اقول لك في ارباك، ايه انا ضمن هذا الجو سمير جعجع ينتعي شوي يعيش على التصعيد، انه سوري انه امبارح طلعوا يحكوا خيف هول النواب تبعونهم في مشروع واحد، طلعت في وقاحة هائلي، طلعت تسال ندى البستاني شو عملت بالنازحين السوريين، يعني انت ما عندك نايب بكسروان؟ ليش عم تسالي ندى البستاني؟ نايبك بكسروان شوقي الدكاش ايش عمل للنازحين السوريين؟
شو عمل بكل شيء مش بس بالنازحين السوريين، شو عمل بالانماء، شو عمل بالمشاريع، غير انه بنجي وقت الانتخابات معنا مصريات بنروح بنسكر اقساط مدارس، بنروح بنسكر اقساط مستشفيات اللي مكسور عليه مدري وين بنساعده، هذا كله عم تعمله يعني عظيم. يعني تعتبر انه هفشت الخلق القوتيه ما لها مكان متنفس الا بالتيار الوطني الحر وبمهاجمه التيار الوطني الحر؟ ايه انا قصدي ما عندهم، اللي ما عنده مشروع بخاف لما انا اشوف السعوديه عم تستدير وانا عايش على التعبئه والتعبئه عم تخلص بالمنطقه. نحن رايحين لمرحله لا وجود للتعبئه فيها، خلص فيتين على مرحله جديده لما السعوديه وسوريا عم بيصالحوا بعضهم. مين بده يعطيك مصاري لتسب سوريا؟ خلص بالعكس بده يقول لك بدك تحيد سوريا لتضلك تاخذ مصروفك. اللي عم بمرحله ايران والولايات المتحده عم يتصالحوا، مين بعد بده يستثمر فيك لتحرطي على ايران؟ بضل يستثمر، بده اياك تضلك عايش، بس في غير خطاب، في غير جو. بهذا الجو الجديد القوات اللبنانيه لا تعرف ان تعيش، القوات اللبنانيه سمير جعجع ينتعش من التوتر، كل ما علي منسوب التوتر كل ما عليت القوات اللبنانيه، يعني كل ما خف منسوب يعني التوتر. اليوم يعني اليوم يعني اليوم هو عم بفتش من خلال لقاء المعارضه، عم بفتش على شيء يقول انا فيني ضلني موجود، انا فيني ضلني حاضر. هلا القوات اللبنانيه مثل ما انت عم تقول حاضره ضمن توترات معينة، ايه بس يبطل في سعد الحريري ينكفئ السني وينكفئ الدرزي، ضل في سمير جعجع، صرنا نشوفه أكثر وأكثر وأكثر. بس إذا انتهت هذه الوظيفة، انتهى دور التصعيد، سمير جعجع بده يفتش على بدائل، وحدة منهم إنه هو رئيس تجمع معارض، في اختراع كثير شيء. هلا بتجمع المعارض تقول لك مزبوط مش هيني، حتى لو راعوا، حتى لو اليوم راحوا حزب الكتائب، حزب الكتائب ما لح يروح، يعني سامي بكل التجارب ما لح يروح يحط فولارو عند سمير جعجع، سامي بده يضل هو عامل جزيرته، طيضل هو عم يجي حصة، مش انه يصير سمير جعجع هو القائد وسمير جعجع اللي بياخذ وسمير جعجع اللي بيوزع بالمصاري وبالسياسي وبالادوار وبكل هيدا. سامي عم بفرجينا من 10 سنين لليوم انه هو مش بوارد يطلع يعطي الراية المعارضة لسمير جعجع. واضح بالموقف. فؤاد المخزومي مثلا في يطلع في روح، بس انه فؤاد المخزومي عم يجرب يعمل هو حيسيه لنفسه، هذه الحيسيه لنفسه ما رح يروح يحطها عند سمير جعجع. يعني اذا عنده طموح يوما ما يعمل رئيس حكومه ما في يكون عضو بلقاء سمير جعجع، وهيك بتصير تلمهم كلهم. التغييريين ما فيهم يقولوا، فيهم يقولوا تقاطعنا مع سمير جعجع، فيقولوا عملنا ورقه مشتركه مع سمير جعجع، ما فيهم يقولوا نحن اليوم قاعدين بالصف عند سمير جعجع. يعني حركه ناقصه بتعتبرها غسان سعود اليوم، او حركه غير مدروسه بالاساس، او هيك بس عبارة عن همروجة بالسياسة بهذه المرحلة؟ ايه يعني همروجة بدنا نحطها بسياق الهمروجات اللي جاي، يعني كل جمعة بيخترع لنا شيء حيضل يخترع همروجات لأنه بده يقول أنا موجود. أنا شوفوني شو بدي أعمل. طب ليك شيف سمير جعجع يوم الأربعاء الماضي أو الثلاثة الماضي 11 سفير عربي عم بيكسدرون جبران بيسيل بالجولف، عم بالهيدي عم بينزلون ويطلعون ويغديون ويعشيون 4 ساعات 5 ساعات، عم يضحكوا وعم بيلاقوا شيء وعم بيشوفوا هني تفاعل العالم معه بالبترون، شايفها هي سمير جعجع؟ أكيد شايفها سمير جعجع. طب حركة جبران أيضا تعكس أنا وين بدي أتموضع في هذه المرحلة الجاية، أنا وين بدي أكون. فسمير جعجع بطريقته كمان بدي أقول لك سمير جعجع محكوم بالقلق. الفرق بين جبران وسمير جعجع، جبران من جوا في اطمئنان، في اطمئنان يعني عارف حاله هو وين بالمعادلة وكيف بالمعادلة. سمير جعجع القلق عم بيقدم على كل شيء. سو أنا بشوف السعودية وبشوف إيران وبشوف حالتي المالية وبشوف كمان خصمي الرئيسي شو عم يعمل وكيف عم يحرك وبيزيد القلق. بس في مين عم بيعطي غسان سعود لسمير جعجع بالداخل اللبناني كما يقال باسيت، انه بطريقة او باخرى يعني اسلوب حزب الله، تعاطي حزب الله مع الملفات بلبنان عم بيعطي باسيت لسمير جعجع، امكانية استثمار سمير جعجع باللعبة السياسية حتى لو كان على موضوع الدم كما يقال، ولكن عم بيقدر يستثمر فيها سمير جعجع، علاقته مع نبيه بري وتوتره بالمرحلة الأخيرة، استثمار لسمير جعجع بوقت يتقرب جبران باسيل من نبيه بري، يعني هيدا كله الشارع المسيحي بيقرأه بطريقة معينة. هيك نحن دائما بالسياسة عندنا شيء تكتيكي وعندنا شيء استراتيجي. بالتكتيك ايه في خطاب السيد حسن بيوم الطيوني يربح سمير جعجع، وربح سمير جعجع بالانتخابات عدد هائل من الاصوات، وفي خطاب السيد حسن امبارح ايضا فيما خص جريمه جبال يربح سمير جعجع، وفي بعض يعني هذا الـ في شغلتين، في واحد خاصه بالخطاب السياسي لما عم نتوجه لسمير جعجع بالمباشر، هذا الشيء عم يربح، هذا ربح واضح لسمير جعجع، هذا
الشيء هذا الشيء عم بيربي حسام الجعجع. واحد، اثنين، في جو مسيحي عام ناقم على حزب الله، في جو مسيحي عام معبأ صح ضد حزب الله، كمان عم بيصب لمصلحة سمير جعجع، وهيدا ما في يفوت التيار إذا بدك يقطف فيه لهذا الجو. بس عم بيشارك هذا الجو إيه، بس هذا الجو يعني مشروعيته يعني فهم التيار الوضع المسيحي اليوم، كل ما شارك فيه التيار كل ما عم ياخذ الناس أكثر عم يبعثهم لعند سمير جعجع. يعني هذا الجو ليك مثل ما أنا قلت لك بالملف الناس حين السوريين قد ما تصعد حيقولوا جبران كان معه حق. شو ما حكي سمير جعجع عند الناس جبران بيصير معه حق. بموضوع حزب الله شو ما حكيت عن حزب الله الرأي العام المسيحي حيقول معناتها سمير جعجع كان معه حق. هلا اكتشفتوا يا عوني يعني سمير جعجع معه حق، مش يعني انتم معكم حق، يعني سمير جعجع كان معه. فهذا الشيء يعزز وضع سمير جعجع. لكن في شغلتين، في خطاب الحزب الذي يقوي سمير جعجع تكتيكيا مرحليا، وفي الجو المسيحي العام الذي يقوي سمير جعجع اليوم، يقوي سمير جعجع. هول الاثنين بخلوا سمير جعجع بالآنه يكون قوي، بالآنه يكون هيدا. ولكن بدك تشوف هيدا الشيء كله خصه هلا بالحدث، هيدا الشيء لا يبنى عليه. يعني هيدا الشيء انا هيدي مش مشروعيه شعبيه، هذه لحظه، بهذه اللحظه في هلا اذا اليوم حزب الله بيقرر بشكل جدي يروح يعمل هو ام تي في ويقول أنا بدي أحكي مع الرأي العام المسيحي، حزب الله من 10 سنين لليوم، بالحد الأدنى من 5 سنين لليوم مقرر ما يحكي مع المسيحيين أبدا. ليش؟ لأنه عنده غير أولويات، عنده غير مقاربات. عبر عنا سالم زهران بطريقة كتير سيئة، ولكن هو اليوم براسه أنا بدي أرجع على المقاربات. عنده موجود على الساحة اللبنانية يتعاطى مع المسيحيين بهذا الأسلوب، وبالتالي من 5 صح معك. أنا اليوم حزب الله عم بيقول أنا عندي غير أولويات، عندي غير مقاربات. بس لنفترض بكرة حزب الله قرر يعدل هذه السياسة، يروح يقول لا أنا بدي أحكي مع المسيحيين وأنا بدي أطمن المسيحيين. بس بينجح أنا فيها حتى لو عدل بينجح فيها. منطقيا قادر حزب الله الفكر العقائدي اللي عنده، الايديولوجيه اللي عنده، انه يخاطب فيها المسيحيين طبعا. يعني اذا تفاهم من 2006 لل 2000 وهلا يعني بعدنا فيه شويه ما قدر يوصل لنتيجه مع المسيحيين بشكل كبير. روح شوفهم وين كانوا، يعني روح شوف الجو المسيحي. بس حزب الله قرر يلتفت للشراكي، كيف الجو كان جو عظيم. يعني اخر شيء ميشيل عون راح على ايران وراء على سوريا واجا عمل انتخابات 2009 والمسيحيين صوتوا له منيح. طيب بس وقتها كمان التصويت كان يعني من 2005 ل 2009 كان في تراجع، اعترف فيه انا ذاك مش العون ايه ما حدا يعني خسرته اكثر من ربحته. لحظه جورج بس لك شيء، 2005 هذه لحظه غير طبيعيه. يعني انت ما فيك تبني حجم التيار ب 2005 2005 في موجه مش طبيعيه، يعني هذه لا توصف ولا تتكرر لاي فريق. يعني هي بس علاقه التيار وحزب الله ما خسرت التيار؟ خسرت التيار اكيد بس المسيحي بجو مسيحي كان قابل هذا التفاهم بالجو العوني. أي متى بلش تململ؟ بلش تململ فعليا، يعني بلش تسمع العوني عم بيقول أنا مش حامل حزب الله من بعد فشل تجربة الرئيس عون في السلطة لأسباب مختلفة، منها أنه ثنائي الشيعي الرئيس نبيه بري بشكل رئيسي عرقل وأخر، والحزب ما عمل الضغط اللي لازم يعمل، بني عليها وكبرت وصارت حالي. هلا انا بقول اذا اليوم حزب الله بيجي بيقول ايه انا بدي ارجع اقول للمسيحيين تعالوا نتفق على الرئيس، طب هيدي لحالها بتكسر 20%. اذا انا بدي اجي اقول خاطب افهم الهواجس الرئيسيه اللي هو المسيحي عنده اياها، بدي اطلع اقدم خطاب تا انا خاطبه لهيدا. نحن اليوم يا جورج عم نعيش سيد بيحكي خطاب ساعه ونص، بالساعه ونص باخر دقيقتين بيقول انا بدي احكي مع شركائنا المسيحيين بالبلد. دقيقتين، لأنه هلأ ما في مقاربة بتقول أنا اليوم بدي استوعب المسيحيين، أنا اليوم عندي غير أولويات. لكن أنت أرجع بالاستراتيجية، إذا أنا بيجي بقول على المدى البعيد قادر هذا الخطاب الموتو هذا اليوم بفيدك، هذا بشيء أنا التعبئة بتفيد، ولكن على المدى البعيد هذه التعبئة لا ما بتفيد. وأنا بقول المسيحي ما بده جو، يعني ليك المسيحي مدقور، العوني مدقور كتير من الحزب، زعلان وحقه يكون زعلان، يعني عنده هذا الشعور. والحزب واحد. مش مقتنع أنه أخطأ، والحزب مقتنع أنه أخطأ. يعني من تلتقيهم ما غير مقتنعين أنه الخلل كان لدى جبران باسيل وليس لدى حزب الله. ليك أنا من علاقتي بالاثنين فيني أقول لك عند الحزب في سوء تقدير وعم يتصلح هذا التقدير لتموضع جبران باسيل، يعني لما قدمه التيار.
وعند التيار كمان في سوء تقدير لما قدمه الحزب. يعني أنا بس روح لعند الحزب يقول خلينا نحن عملنا لهول الناس 1 2 3 4 30 40، طيب عملنا قانون انتخاب، عملنا حكومات، عملنا مشاركة، عملنا 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 عملنا، ما فيك تجي تقول لي أنا اليوم ما عملت شيء، ما فيك تجي تقول لي أنا ما وقفت معك. يعني يعني طيب، وما فيك تقول لي أنا اللي خربت العهد، 17 اللي خربت العهد، مين خرب العهد؟ يعني يعني بالنقاش. عند جبران كمان بيقول لك أنا عملت كتير كتير، أنا ما فيك تجي تقول لي أنا باخد عقوبات يوم التنام، تقول لي يوم التلاتة ما حدا كان طالب منك هالقد. شو يعني؟ لكن هلا أنا بغزة إنه بتقول لي تعال اطلب، لا أخي ما بكره حتقول لي ما حدا طالب مني هالقد. لشو؟ حتقول لي في غيرك ما عمله. أنا بالشي السوري عملت مدري قد إيه، شوي بتقولوا لي عادي، ما كان هذا الشيء مطلوب. لكن في سوء تقدير عند الاثنين لأنه يجوا يحطوا بمصارحة حقيقية، بس مع التأكيد أنه هذه ليست لحظتها. يعني عند الحزب عم بيقول أنا هلأ ما هلأ لحظتها، هلأ الجو معبى وهلأ كله حايس وكله بده ياخد، بس هلأ أنا ماني فاضي لهيدا يعني يعني لهيدا الجانب أني أنا فوت روح عالج. نحن بالسياسة بين جبران باسيل وبين سمير جعجع نعرف أنه جبران باسيل مشروع 20-30-40 سنة، جبران ما زال في بداية مسار سياسي كتير طويل. فهلأ بتجي لحظة تعبئة، سمير جعجع قاطف شارع، بس الواحد يفكر لعشرين سنة. ألم يحبط جبران باسيل ومشروع جبران باسيل؟ رح ياخد، اسمح لي رح ياخد منك هذا الجواب بعد الفاصل. بدنا نحكي بعد الفاصل كمان بالملف الرئاسي بسيجورني يلي بيوصل على لبنان اليوم، بهوكسين يلي لن يزور بيروت، وأمور طبعا أخرى بهذه الحلقة من حوار اليوم. غسان سعود، برجع لسؤال، ألم يحبط جبران باسيل ومشروع جبران باسيل وكبل هذا المشروع؟ ليك انا بقول دائما بكل مشروع سياسي في ايام داون وفي ايام اب. سو فاتوا يعني فات التيار من 17 تشرين، قبل 17 تشرين كانت الدنيا مش سيعتهم، بعد 17 تشرين فاتوا بحاله داون. اجت وقت الانتخابات رجعت يعني عملت شوية أب، خصوصا على مستوى الرأي العام، يعني على مستوى قواعد التيار. إذا بتشوفهم مثلا بوقت الانتخابات كيف كانوا قبل بست شهور، كيف وصلنا لوقت الانتخابات، رجعوا إجوا محمسين وانتخبوا، رجعوا هلأ فاتوا بأنه إيه انتخبناهم وبعد ما عم بيرد على تليفون وبعده ما عم يعمل بعده. سو أنت دايما بتنزل بأب وبداون. اليوم أنا بقول لك جبران والديناميكية الخلقة يعني المخلوقة بالتيار، أول شيء هذه الديناميكية ما إلى وجود من 2005. يعني هذه الديناميكية أولى من نوعها منذ عام 2005، بمعنى التيار عم يحرك كحزب مش كحالي. ب 2005 كان في حالة ناس معجوقين ما بشو بدنا نعمل، ما كان في تنظيم حزبي. اليوم في تنظيم حزبي لأول مرة بتاريخ التيار. هذا التنظيم عم يعمل ديناميكية كتير كبيرة. يعني امبارح بطريقة التي خيضت انتخابات نقابة المهندسين، انه ما تركوا، هاي أول مرة بتاريخ التيار بتصير انه يتصلوا بالمهندس يروحوا لعنده على البيت يعملوا ليفوارهم كامل على أكمل وجه ممكن، هي أول مرة بتصير بتاريخ التيار. هذه الديناميكية هي ديناميكية جديدة. جبران عطى جزء كتير كبير من وقته اللي يعني للتيار، وهذا الشيء بقول لك بالتيار ما كان موجود. يعني من 2005 الرئيس عون ما كان فاضي للتيار، سو كان التيار كان عم يشتغل سياسي، التيار يجي هيك كموجي. سو اليوم لاول مره عم يعمل شيء، عم بيعمل عمل حزبي، بس بإعادة تموضع جبران باسيل سياسيا. هذا التموضع يلي شفناه بزيارة السفراء والجولة اللي قاموا فيها بالبترون، أو حتى بكلام جبران باسيل لتلفزيون المشهد لتوني خليفة من بضعة أيام، أنه نحن هذه العلاقة مع المحيط العربي، العلاقة مع الخليج، اللي يقول بتعبير واضح جبران باسيل أنه بدأ وقت تترجع تصير أفضل مما كانت عليه، ولكن مستمر. لكن في 50% من جهة جبران عم بيروح على التيار، في 50% تاني عم بيروح مطرح ما أنت عم تحكي، عم بيروح لترميم كل تلك الثغرات يلي قدروا الخصوم يستثمروا فيها بشكل هائل، أبرزها مع الخليج. ليس فقط بالبعد السياسي العام، حتى بالبعد العلاقات. نحن وصلنا بانتخابات 2022 ما كان في رجل أعمال أو مستثمر أو حدا عنده مطعم بدبي بيسترجي ينتخب تيار. يعني هالقد كان صار جو، صار هون، وبالتالي هون اليوم عم بيصير ترميم كبير. هذا الترميم الذي يشمل يعني السفراء والعلاقات خارجية، كمان عم يشمل كتير من رجال الأعمال، كتير من الشخصيات اللي كمان يعني التيار بنشوة السلطة همشة أو ما فضيلة أو ما كان فاضي يتعاطى معه، لو عم يرجع ينبنى العلاقات الجدية معه. ونحن بدنا يعني كمان جبران فات إلى هذا المعترك دغري على قمة السلم.
يعني فايد دغري عنده كل هذا النفوذ. ففي كتير اشياء جنرال عون عملها مشبكة من تحت لتحت جبران ما لحق يعملها، لانه هو وبلحظة اللي هو كان كتير فوق، يعني وصل على السلطة بشكل. وبالتالي اليوم جبران عم يرجع يعملهم لهول النوع من العلاقات، الأعداد عم يكتشفون الناس، عم يشوفوا بيسمع بياخد وبيعطي، مش سئيل مثل ما كنا فاكرين. هيدا كله بجزء التاني، في جزء خاصه بالتيار، جزء خاصه بعلاقات التيار اللي الرئيس عون قوته كانت ليك. خذ مثلا 17/20، كان الرئيس عون الصبح ب 17/20 هي والدنيا قايمه وقاعده، جنرال عون يقدر الصبح يشوف بالحد الادنى خمس اساتذه جامعات، خمس رهبان وخمس قضاة وخمس ضباط، 20 شخص كان يلتقي فيهم يومي. طب جبران بحركته ولا مره كان يلتفت لهذه الامور، ما عامل هذا النوع من العلاقات. هلا جبران من سنه لليوم عم يعمل كل هذا الشغل. لهيك في ورشتين، هول الورشتين بيكملوا بعضهم بيوصلوا لمحل. والورشة الثانية بموضوع طب العرب، هذه بدها تباعد عن حزب الله. ليك إذا اليوم إذا يعني قد ما قربت إيران والسعودية إذا اليوم في مشكلة حزب الله، لا إذا اليوم الإمارات عم تبعت طيارة خاصة لمسؤول الارتباط ايه؟ كمان خلينا نرجع للقلق تبع سمير جعجع. طيب بس بزيارة فاشلة، مين قال لك؟ وشو نتائجها للزيارة؟ مين قال لك؟ تبلورت؟ إذا ما تبلوريت ما فيك تقول عنا فاشلة. البعض بحزب الله بيوصفها بالفاشلة. أنا اللي أنا بعرفه أنه هذه الزيارة إجت لتفتح علاقة بين الإمارات والسعودية مباشرة مع تنظيم كان مصنف إرهابي عندهم. في تنظيم كان مصنف إرهابي، صرت ببعث لضابط الارتباط معه طيارة. هلأ اللي بيقرش، ما هيك نحن دايما راسنا بيروح على التكتيك، دايما براسنا بيروح أنه جاب معه الخمسة أو الخمسين اللي هني موقوفين بالإمارات أو ما جابوا معه. إذا ما جابوا معه يعني فشلت. هيدا اللي بيروح على التكتيك، اللي بيروح على الاستراتيجية. في حدا كان مصنف إرهابي، انا عم ببعث له طياره، وبالتالي في شيء عم يفتح. في حدا كنت انا ما بحكي معه، صرت هلا انا عم اقول له خيي ما بدنا نعمل حرب مع اسرائيل وتعال نشوف شو بدنا نعمل. وانتقل الحديث الخليجي مع حزب الله، وهيدي معلومه، من التهديد يا بتعمل مثل ما بدنا يا بدنا نعمل فيك، للترغيب عمول مثل ما بدنا وبنعطيك اللي بدك اياه. بس شو يعني الخليجي؟ مين الخليجي؟ الاماراتي والسعودي. السعودي طبعا في 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 جديه بالموضوع السعودي طبعا، لانه عندما تسال ايضا يقول لك حزب الله انه ما في تواصل مع السعودي، يعني ما في في يمكن رسائل بنسمعها من سفير يوم او من مقربين من السفاره، بس انه ما في شيء جدي. انا قريت باربع مصادر مختلفه، وقريت ما عندي معلومه، يعني اربع مصادر فين يكونوا الاربعه غلط. في أربع مصادر كتبوا إنه هذه الطيارة اللي أخذت وفيق صفا على الإمارات أخذته أيضا على السعودية، وما شفت تكذيب لا بالشرق الأوسط كان فيهم يمرقوا خبر. بس مجالس حزب الله إنه هذا الشيء، ولا حزب الله طلع تكذيب بمجالسه، بمجالسه حزب الله ينفي هذا الموضوع. مجالسه بتنفي، ولكن انا ما شفت لا تكذيب من عندهم ولا تكذيب من هنيك، رغم انه كتير هين اذا ما قال غلط وما قال نازل بجريده وبصحف، يعني اهين شيء كل يوم الحزب بيطلع عليها تكذيب. بس اذا هدف كذب انه الابقاء على هذا الموضوع كما هو تمام عليه. تمام. وبالتالي العلاقه بين جبران وبين حزب الله، لا ما بتمنع جبران يعمل علاقه مع الخليج. هلا التبعيه ايه اللي اليوم جبران عم بياكد انه ما عنده اياها، انه كان عنده اياها، انه كان عنده اياها كان ما قادر. ليك مشكله التيار دائما انه بيروح على يمينك، يعني حزب الله هيك موقفه، انا ما بجي بوقف حد حزب الله، بصير بدي اوقف على يمين حزب الله. هلا المشكل مع حزب الله، مش انا عندي مشكل مع حزب الله، هلا جبران عم بيقول انا عندي مشكل محدده. طب الجو العوني على يمين المشكل مع حزب الله، منيح؟ يعني دائما بيحبوا العونيين يروحوا للذروي. طيب لهيك كان في التيار ياخذ الموقف اللي كان اخده دون ان يستفز الخليج كما استفز الخليج. هلا اللي عم يعملوا جبران باعاده التموضع، يعني بكره اذا 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 هلا اذا تم الاتفاق على بند الشراكه، اليوم العلاقه بين جبران والحزب عم بيقول انا السلاح اللي هو مشكل بالنسبه للخليج انا ما عندي مشكل معه، انا مشكلي مع الحزب خاصه بالشراكه. طب اذا حلت مشكله الشراكه بتخرب العلاقه مع الخليج؟ لا، لكن انا قادر اعمل علاقه مع الحزب وقادر اعمل علاقه مع الخليج، وهذا يلي جبران وهون صعوبتها. بس جبران عم بجرب يعملها، وانا برايي ليك لاقت المرحله جبران، المرحله تفاهمات. في هذه التفاهمات انا بدي يكون قوه تفاهم، بدي اتفاهم مع الحزب وبدي اتفاهم مع الخليج وبدي اتفاهم مع امريكا وبدي اتفاهم مع ايران، قوه تفاهم وليس قوه صدام. طب ليش بدي اتفاهم مع نبيه بري؟ يعني اليوم العلاقه، يعني التيار الوطني الحر يلي لطالما كان يتهم
الرئيس نبيه بري بالفساد، بالصفقات المشبوهة، بعرقلة عهد الرئيس عون. ما كان أجدر فيه أنه يروح يتفاهم مع الرئيس نبيه بري بعهد الرئيس عون يستيسر أمور العهد، بدل ما يتفاهم معه للرئيس نبيه بري اليوم. ليك اول شيء في شيء خاصه بالفساد، في شيء خاصه بالموقف السياسي، هذا واحد في ياخده كل وقت، في يكون جازم فيه وجزري فيه، وفي امامه خيارين. انا النائب المفضل عندي مجلس النواب هي النائبه حليمه كعكور دون اي استثناء، حليمه هي الرقم واحد بالنسبه لي. ليش؟ لانه حليمه متصالحه بشكل كامل مع كلهم، يعني كلهم، يعني ما في كلهم يعني كلهم بس فلان لا، يعني محترمه لهذا الشعار. بتفوت على مجلس النواب ما بتسلم على حدا، هذا اللي عم بقول يعني، هذا عم بجرب وصله. بتفوت على مجلس النواب ما بتسلم على حدا، بتظهر بالمجلس النواب، وبكره بعد 4 سنين او 6 سنين، 4 سنين، لما حييجوا يسالوها شو عملتي، حتقول لهم انا اخذت موقف مبدئي، تصالحت معكم بس ما في اعمل شيء. طب هذا في التيار هيك يقول، وانا بقول لك هناك بعض يعني بعض الناشطين بالتيار بيحبوا هذا الجو، نخي ايه نحن شو بدنا نحكي مع العالم. حركه امل فاسدي، ما بدنا نحكي مع الرئيس بري. وليد جنبلاط فاسد، ما وليد جنبلاط صندوق المهجرين، وليد جنبلاط الحكومات المتعاقبه، وليد جنبلاط وليد جنبلاط وليد جنبلاط، قد ما بدك ما بدنا نحكي معه. لا وليد جنبلاط حزب الله خذلنا، شو بدنا فيه؟ ما بقى نعمل معه تفاهمات. سعد الحريري هو سعد الحريري، وانو يردونا لقصه الوان واي تيكت، ما بدنا نروح نحكي معه لانه كمان فاسد. نبي بري فاسد، سعد الحريري مش فاسد. طيب لكن فيني اجي اقول انا ما بدي، انا بدي اكون مثل حليمه، هذا نموذج. هذا النموذج بعد 4 سنين بتجي انت بتقول خي انا سجلت موقف مبدئي، نزلت على كل الجلسات سجلت موقف مبدئي، وانا ما بحكي مع الفاسدين، لا بدي اعمل تفاهمات، لا بدي اقر قوانين، ما بدي اعمل شيء. في خيار، خيار تاني انه تقول انا قوه سياسيه وهناك قوه سياسيه تانية، هذه القوه السياسيه التانية مره بيتقاطع نبيه بري مع القوات اللبنانيه ومره بيتقاطع نبيه بري معي. انا بدي اروح العب سياسي وبدي اشتغل سياسي وبدي اعمل تفاهمات وتقاطعات، بيوم بتقاطع معه دون ما اكون عم غطي فساده. يعني انا اذا تقاطعت مع نبيه بري هذا لا يعني انه انا ما يعود عندي، وهون الخطر اللي دائما بيوقعوا فيه القوى السياسيه. فيك تكون عامل تقاطع مع نبيه بري على بند وبنفس الوقت تقول انا عندي مشكله معك بهذا البند، فيك تكون عامل تفاهم مع حزب الله بالسياسي في الداخل اللبناني، وفيك تقول له انا عندي مشكل معك بتدخلك بالحرب بفلسطين. في يعني ليش دائما بدنا نروح لنفجر حالنا انه خلص هذا عمل شيء 1 من 10 غلط نحن صرنا ضده 100%؟ لا، في محل بتتقاطع وفي محل ما بتتقاطع. طب مش عم بيسير التيار نبيه بري اليوم بوجه حزب الله؟ في البعض بيقرا ايضا لا 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 بهذا لا لا المنطق انه هلا انا عم بنكي حزب الله عم بحكي مع نبيه بري؟ يعني لا انا اقول لحزب الله لا أنا انت يا حزب الله أعقد عهد الرئيس عون، قال جبران باسيل اثنيناتهم ثنائي بيتحملوا مسؤولية كل واحد بنسب متفاوتة، أنت أعقد هذا العهد لما وقفت إلى جانب نبيه بري. ليك بعقل، ليك بعقل، بعقل جبران باسيل، وأنا ما كنت بعرفه من زمان كثير، بقول لك بعقل جبران باسيل اليوم ما في مكان للنكيات. يعني مش انا انكيه بحزب الله هلا بدي اعمل بعض اللحظه ليك بدي اقول لك جبران مش عايش على السوشيال ميديا، انه بعض العونيين مثلا جبران طالع على طرابلس ليكوا يا حزب الله نحن عم نطلع على طرابلس، لا ما هيك المقاربه. يعني جبران رايح عند نبيه بري، جبران فهم بالتركيبه اللبنانيه انه في ممر خي ما فيني نطفوه، يعني جربت نطفوه ودفعت ثمن كتير كبير ما قدرت نطفوه، هذا الممر بدي اتفاهم معه، هذا الحدا عنده مفاتيح مجلس النواب، ما فيني اجي انا غير موجود. هذا مش اخر شويه تفاهم، مأخر كتير، يعني مأخر كتير، بس بدي أقول لك سوري بس بدي أقول لك مأخر كتير كتفاهم يحافظ لي على قناعاتي وعلى خصوصيتي. يعني مش إنه هلا أنا عم أقول تأخرنا بإنه نحب نبيه بري، لا تأخرنا نحافظ على قناعاتنا من نبيه بري ونعمل المعارك التي يجب القيام بها ضد نبيه بري، ومع هذا الوقت نكون حريصين على نعرف مفاتيح نبيه بري. طب اليوم شو عم بتقاطع مع نبيه بري؟ مع العلم إنه نبيه بري حوالي يعني بمحيطه هناك أشخاص يعني ينتفي وجودهم ودورهم في حال العلاقة الجيدة بين التيار الوطني الحر وبين الرئيس نبيه بري. يعني في ناس مبرر وجودهم وهن قدموا حالهم كهن أساس وجودهم هو الصراع مع جبران باسيل، مثل الوزير السابق شعلي حسن خليل. فإذا يعني في مجموعة ناس هول ما إلهم أي مصلحة، هول كل الوقت حيكونوا عم بيجربوا إذا بدك يحركشوا ويخربوا في هذه العلاقة. هون التحدي بيزيد إنه واحد يقدر يعمل علاقة رغم هذه التخريبات اللي هن عم يعملوها. طب اليوم التقاطع عشو بالتحديد؟ يعني إذا رئاسيا مش متقاطعين ليش؟ مين قال؟ مين قال؟
شو في تقاطع رئاسي ما بعرف نقلوا اسمح لي عشو التقاطع نقلوا رئاسي. السفراء الخمسة عن الرئيس بري من شهرين انه هو مستعد يبحث باسم ثالث ونقلوا كتلة الاعتدال انه هو كمان مستعد يفتح جلسة رجع طلع على حسن خليل وصوب او عمل ولكن احتمالات التقاطع مع الرئيس بري التفاهمات يعني انه انت اليوم ايه فيك تتفق مع الرئيس بري على انك تعمل جلسة يعني فيك تتفق مع الرئيس بري انك تعمل حوار اذا انت بتحدد عناوين هذه الحوار كانت دائما الاشياء اللي عم بتباعد اشياء ثانوية انه مين بده يدعي شو العناوين بس بعدها موجودة هذه الامور يعني ايه؟ بعدها موجودة ايه؟ اذا اليوم بيكون في جلسة انتخاب رئيس مفتوحة او جلسة انتخاب جلسات متتالية يعني ليش بتعمل حوار بتعمل حوار لتفهم عليها بس انت اذا ما عملت الحوار ما فيك تفهم عليها يعني بنرجع بنخسر التيار الوطني الحر ونبيه بري هو اللي تفهم على هذه النقاط للامانه ما بعرف يعني غسان عطله شو الشيء الرئيسي اللي عم ياخده ويجيبه ولكن بعرف انه هذه اكيد من النقاط اللي هي موجوده اكيد من كثير توترات ما الى عازي يعني انا بفهم العونيه والحركه يكونوا عم بيهاجموا بعضهم في ملفات خاصه بالفساد بس انه تصير انت عم تهاجم حالك بسبب الشكل او بسبب السلوك او بسبب مدري شو لا ما الى عازي سو انت فيك تعمل حوار لتقول نحن خلافنا خصو بإدارة الدولة ما خصو بأشكالنا خلافنا خصو بما خصو بأمتنا يعني في واحد يروح ينظم هذا الخلاف ويعمل عليه ليك التيار وهذا الشيء ورد بوثيقة التيار السياسي التيار راح عمل تفاهم جورج 2006 مع حزب الله بعد بجمعتين عمل تفاهم مع أسامة سعد بعد بجمعتين عمل تفاهم مع الحزب الشيوعي تفاهم موقع اعلنوه بوقت التيار رسميا التيار وخالد حديدي تيار عمل تفاهم مع سعد الحريري تيار عمل 6-7 نشاطات مشتركة عمل تفاهم مع تفاهمات وعمل تفاهم مع راب عمل 6-7 نشاطات تيعمل تفاهم مع وليد جنبلاط عملوا عدة اشياء مشتركة ما انتجت تفاهم سياسي ولكن التيار يصوب كقوة معادية لك التيار مبارح بموضوع النازحين السوريين اول ما طلعوا هول النواب التغييريين ما بعت لهم ورقة ما جرب يحكي معهم بالاستحقاق الرئاسي ما راح لعندهم سمير جعجع قال ما بده يشوفهم بس راحوا شافوا كل الناس التيار وحرام على السوشيال ميديا لا يظهر التيار كقوة تفاهمية يعني التيار بكل الأداء من 20 سنة لليوم لم يكن قوة تصادمية يجرب يعمل كل ما يمكن من تفاهمات ورغم كل هذه التفاهمات وأنا لما عم بحكي عن شعر عم بحكي عن تفاهمات مكتوبة راح تفاهم إنه سوري أنت اليوم تروح تتفاهم مع حزب الله بتغص بنبيه بري عملت تفاهم مع حزب الله أقنعت ناسك بالتفاهم مع حزب الله أقنعت ناسك بالتفاهم مع سعد الحريري طب وبالتالي انت رح تعمل التفاهم مع حزب الله القوة الشيعية تفاهم مع سعد الحريري القوة السنية رح تعمل التفاهم مع سمير جعجع القوة المسيحية عملت كل هذه التفاهمات مش لتجي تستهون على حالك انه انت قوة تصادمية ومنبوذ وما حدا بيحبك لا مش هيك صورتك ما هذا الشيء اللي انت عملته ما هذا ادائك يعني انت رح تعملت العكس تماما وما فيك يا جورج تدفع ثمن تفاهمات انه انت ب 2006 عم تقول انا بدي اعمل تفاهم ب 2010 عم تقول لهم بدي اعمل تفاهم ب 2020 عم تقول لهم بدي اعمل تفاهم بلحظه التفاهمات انت تصير قوه تصادميه وانعزاليه بدك تعيش لحالك لا يا حبيبي بس كانوا الناس عم يتقاتلوا السعوديه وسوريا عم يتقاتلوا انت كنت عم تعمل تفاهمات هذه رساله واضحه للتيار الوطني الحر اعيدوا النظر بالعلاقه لا 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 اعيدوا النظر بموضوع العلاقه مع حزب الله لا لا ايش عملك اوعى هلا بيجنوا على السوشيال ميديا روق وما فيك تحط عنوان تقلك بوضوح أول شيء هذا مش رسالة للتيار هذا ما يقوله جبران هذه الورقة السياسية خيقروها اقروا الورقة السياسية التي أطلقها التيار ب 14 أدار 2024 عم بيقول أنا قوة تفاهمات هذه التفاهمات مش مع حزب الله هذه التفاهمات مع كل الناس أنا اليوم بلحظة التفاهمات ما فيني يكون عايش لحالي بلحظة التفاهمات وهذا عم يعملوا جبران بلحظة التفاهمات عم بيقول أنا بدي أتفاهم مع الخليج بدي أتفاهم مع حزب الله خي الموقف الرئاسي شو هو كل الوقت اللي عم بيقوله جبران ما عم بيقول بدي جيب رئيس بالتفاهم مع حزب الله ما فينا نجيب رئيس اجوا لعنده كلهم قال له ما فينا نجيب رئيس ضد حزب الله بدنا نتفاهم مع حزب الله لكن شو بدنا نعمل جبران عم بيقول شو هي بدنا نتفاهم مشكلته لجبران انه الحزب ما عم يبقى يتفاهم معه ولكن هو ما عم بيقول انا بدي اطلع عيش باللقلوق وسكر البواب مثل سمير جعجع عامل لب المشكل اداره الدوله اسمح لي اليوم إذا إدارة الدولة تبدأ من الرئاسة اليوم إذا انتخب السامي فرنجي رئيس الجمهورية
حزب الله يقول بهذا الأسلوب. إذا انتخب سليمان فرنجي اليوم رئيس الجمهورية، هي فترة مرحلية، آخر شيء جبران بيصير بده يرجع. والله منك هين صار بتقول حزب الله، حزب الله بيعرف حزب الله للدولة. إيه الحمد لله. بده يرجع جبران بيصير لهذا المسار، وإذا لم ينتخب سليمان فرنجي بتكون خلصت المشكلة مع جبران بيصير. لا هيدا بارت شيء خاصه لك، شيء خاصه بإدارة الدولة. يعني اليوم هني لو عدلوا بحكومة المئاتي ما كان خف تلت التوتر، كان خف تلت التوتر، وبالتالي مش المشكل كله خاصه بأنه انتخاب سليمان. أكيد أكيد الرئاسة أساسية كتير كتير كتير، يعني ما حدا عم بخفف منها. طبعا التفاهم مع جبران بالرئاسة بحل كتير أمور، بغير كتير، بخفف التعبئة. بس بقول لك نحن معنا بدنا نسيسر الدولة. يعني موضوع مثلا أنت اليوم موضوع قائد الجيش، ما عنا حل كان غير أنه نروح لهذا التمديد لقائد الجيش، مثل ما اليوم التيار على التمديد للمجالس البلدية على سبيل المثال. كان في كان في موضوع نجيب مئاتي، ما في حل تاني غير أنه تتسير الدولة وأمور الدولة بهذه المرحلة. مشان هيك مجبورين بالحد الأدنى نقدم هذا التنازل. أول شيء بموضوع مثلا قائد الجيش، كان في يطلع الحزب يقول هذا الشيء ويصارح جبران بيصير، ما يطلع يعني يوحي أنه هو في معركة. يعني ما كان مضطر الرئيس بري يعمل يعني أنه مع الوزير السابق، سوري، مع الوزير السابق اللي اسمه صعب، ومع غيره، انه نحن رايحين انه هي جلسه غير حقيقيه، وانه لا حيرجع يتحول الملف على رئاسه الحكومه، وانه ما في تمديد مجلس النواب. كان فيك تكون واضح وصريح مع هذا شريكك وحليفك، وانت وياه مرئين عم بحكي عن جبران والحزب. كان في يجي الحزب بوضوح يقول له انا قصتي مع قائد الجيش 1-2-3 يعني، وكان في تلاقى هيدا اخراج وعملنا تمديد لقائد الجيش. بس انت برئيس الاركان كان عندك كتير وضوح، وانت مخبر وليد جملاط انه انت منك مضطر، ليش بدك تروح تعملها يعني؟ وعملتها طبعا. لهيك في اشياء، ايه في واحد يقول انا بحاجه لحكومه مئاتي، ما فيني هلا اليوم. انا بقول لك من 200 يوم كان انا فيني اقدم مقاربه لجبران بيصير انه نحن اليوم في حرب، تعال نلاقي مخرج. طب هلا الحزب ما عم يبحث عن مخارج مع جبران بيصير بكثير وضوح، بقول لك هلا الحزب ما عم يجي يقول نحن شو فينا نعمل. هلا هذا الملف مجمد، وهلا الحزب بيقول لك انا اليوم الشيء اللي بدي اعطيه لجبران هلا هذا هلا ما وقته. يعني هلا بلحظه كل واحد من الافرقاء بلحظه اذا بدك اللي عم بيروحوا تقعدوا على الطاوله، ما في واحد يجي يعطي اشياء جانبيه، بده يحضر اوراقه مزبوط يروح يقعدوا على الطاوله، وهونيك بصير الاخذ والعطاء. رح نروح على فصل تاني. قبل الفصل في يعني في شيء رئاسيا كنا عم نحكي عن التقاطع بين او الكلام بين جبران بيصير ونبيه بري، حكيت عن اسم وخيار ثالث، جد الموضوع ما دفع القطري الى العوده الى الساحه والاستفاده من التقارب اللي عم بيصير؟ لا، لكن هن السفراء عم يحكوا انه في شيء قبل اخر شهر الجاي، بس على ارض الواقع ما في شيء. وانا هلا بقول لك ما حيجي الامريكي يعطي كادو لحزب الله اسمه سليمان فرنجي رئيس ببلاش، ولا حيجي حزب الله يعطي كادو للامريكي او لجبران بيصير اسمه غير سليمان فرنجي رئيس كمان ببلاش. يعني هلا اثنيناتهم حيناموا على الملف لحديت ما يصير الديل. بس يصير الديل، ايه في بكره يصير الديل. يعني هلا التقدم مثلا المسعى المصري، في بكره يصير اتفاق، بكره بتروق بغزه، بعد بكره بتنحل عنا يعني. بس هذا كله بده يروح على الديل، هذا ما في يجي بالمفرق. يعني بالمفرق ما حدا حيعطي الثاني شيء، لا الامريكي حيعطي الحزب رئيس، ولا الحزب حيعطي الأمريكي رئيس. وليش تحدث السفراء عن موعد قبل نهاية الشهر المقبل؟ على ماذا يعولون بالتحديد؟ للصراحة اجتماع للصراحة للوزراء الخارجية، اجتماع جديد في لبنان كما قيل كمان. هني كل الوقت عم بيحطوا تواريخ، يعني هني كل الوقت عم بيكونوا محمسين وانه في تاريخ. يعني هذا مش أول مرة بيحطوا تاريخ، بس في حماس زيادة بالمرحلة الأخيرة باللقاءات اللي قاموا فيها. بس انه يعني على أرض الواقع هذا الشيء ما بيتقرش. مثلا وقت عملت كتلة الاعتدال مبادرته كان فيك تقول في سياق ممكن يوصل لمحل، هلا ما في سياق. لما يعني الرئيس نبيه بري عمل مبادره عن طريق كتله الاعتدال، ما بعرف اذا الرئيس بري او السعوديه ايه بوقته. لانه 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 كتله الاعتدال راحت لتجيب ورقه تخدم السعوديه مش تخدم الرئيس بري. يعني هني بس بلشوا مسعيهم، راحوا تقولوا نحن بدنا نخلي الكتل توقع انه بينزلوا بيحضروا. يعني هذا كان التحدي. طيب وبالتالي هذه مش خدمة الرئيس بري، هذا مش مشروع الرئيس بري. الرئيس بري تلقفهم، أدلجهم، دور الزوايا، حط بالورقة اللي هو بده إياه وقال لهم روحوا كفوا. يعني وهذه طبيعة الرئيس بري. وبالتالي
هني ما انطلقوا من عند الرئيس بري، هني انطلقوا ما بعرف قد ايه، بس جون يعني اللي عكسوا سعودي، عكسوا يعني مسعى يخدم السعودي. هلا بعدين القطري تصرف معهم باعتبارهم هني عنده، يعني كمان القطري فات وتبنى اللي هني عم يعملوا، والقطري جرب يعمل مثل ما الرئيس بري عمل، انه انتوا عم تعملوا هيك، طيب تعالوا ندور زوايا، تعالوا نعملها، تعالوا نخدم محمد. سارجع اقول من شهرين كان في مسعى كتله الاعتدال، اليوم ما في هذا المسعى. يعني لهيك بقول لك هلا شو اللي مخليه يفرق على 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 السياحة. بس كمان السعودي سحب ايده من سلمان فرنجيه، حط ايده سلمان فرنجيه، انه كان يبين بمرحلة للاعلام، ولكن عدم زياره لا بين هيدا الصحافي الطرابلسي، بس انه باستثناء هيدا ما حدا شايف هذا الشيء، هو الوحيد اللي كان شايف. بس عدم زياره سفير سعودي لسلمان فرنجيه ضمن اطار وفد الخماسيه، فيك تاخذها انه هي حجه طبيه يلي هي، بس كمان بالسياسه ليك انا باخذها انا كل هول بتعامل معهم بشيء تكتيكي، مثل كيف هلا عم بحكي لك عن سمير جعجع، هيدا شيء تكتيكي، هيدا لا يعول عليه. يعني حضر او ما حضر، ايه بتسلوا الناس، يعني بتخلق لك 24 ساعه من هيدا، بس انه اذا السعودي بده يقبل بسليمان او ما بده يقبل ما خصها بزياره السفير. وانا هلا ما عم اقول، ما يفهم حكي ابدا انه سعودي قبلين بسليمان نهائيا، قلت لك ما حدا حكي انه سعودي قبلين بسليمان غير الصحافه الطرابلسي، يعني بس ما في جو انه السعودي قبلين فيه، يعني بهيدا بس ما في جو كمان انه السعودي ما قبلين فيه. مش علاقته منيحه مع جبران باسيل السعودي اليوم؟ ايه كثير منيحه، اوفر منيحه. و جبران باسيل الى السعوديه بتعب كثير، حتى مع السعوديه بتعب. يعني اللي هني بيشتغلوا بين الاثنين بهلكن جبران فائض كرامي لا يصدق. يعني ما جاوبنا الى السعوديه اول شيء بده او الى سوريا قبل يا اخي ما بعرف. اول شيء مثلا سوريا اقرب، السفاره السعوديه اقرب، بس ما بيقبل يروح جبران، يعني ما بينزل. فصل ثاني ونتابع حوار اليوم. سيجورني بلبنان، الورقه الفرنسيه معدله منقحه، في موافقة أمريكية على هذه الورقة، ماذا في المعلومات؟ أنا برأيي إنه في ورقة، بهذه الورقة لا نقحوها كتير، يعني تغيرت بشكل كامل، هيدي بطلت الورقة اللي أول شيء يعني اقترحوها، صرنا هلا باقتراح جديد. بهذا الاقتراح الجديد كمان اليوم عند الحزب ما بعرف قديه، يعني في إيمان أو في تصديق أو في بعد رهان على إذا بدك المصداقية الفرنسية. يعني جرب الحزب كتير يشتغل مع الفرنسيين، طلعوا الفرنسيين ما عندهم إذا بدك موافقة أمريكية، لهيك اليوم بين هوكشتاين، بين مسار هوكشتاين وبين مسار الفرنسيين بما تتضمنه الورقة الفرنسية، أنا بعتقد مسار هوكشتاين أكثر جدية. يعني بموضوع الحدود بتعملوا مع الأمريكيين مش مع الفرنسيين، ما في غطاء أمريكي يعني للفرنسيين. قرأنا كتير عن هذه الغطاء، بكل مرة القطري والسعودي والفرنسي عم بيقولوا عنا غطاء أمريكي، لما عم تجي على الترجمة عم يطلع لا ما في غطاء أمريكي. يعني هلأ إذا في غطاء أمريكي هوكشتاين شو عم يعمل؟ وهو خلص مع الرئيس بري، يعني في شيء رئيسي بهذا الملف خلص. هلأ بدهم يقولوا اللي خلصوا الرئيس بري مع هوكشتاين بدهم يجي يحطوا له طربوش فرنسي؟ ليش الولايات المتحدة بدها تعطي هذا الدور لفرنسا؟ ليش قطر اللي هي هاجمة على البلد بشكل كامل بدها تعطي هذا الدور لفرنسا؟ يعني وأنا بدي أقول لك ليش الأفرقاء اللبنانيين بدهم يعطوا هذا الدور لفرنسا؟ يعني أنا فرنسا كحزب، أنا بدي أقول لك أنا كنت ناطر من فرنسا شيء بسبعة أكتوبر، شيء إجت فرنسا بسبعة أكتوبر قالت تعمل تحالف ضد الإرهاب على أساس أنت صديقتي. شوي انت صار بدك تقودي وبطل في واحد يهديها. طيب بلحظة فرنسا بسبعة أكتوبر كان فيها تلعب دور على مستوى جبهة اللبنانية تهدوي، اجت لتهدد، يعني اجوا تيقولوا إذا ما وقفتوا إسرائيل بدي شو حتعمل فيكم. لكن أيضا كان في تقاطع عند الحزب مع فرنسا اسمه سلمان فرنجي، طب تراجعت عنه. يعني عندها مجموعة اشياء لعدم الثقة بين حزب الله وفرنسا، هيدا بدك تقوله، بالتالي لا يمكن التعويل على ورقة فرنسية ونتائج ايجابية لهذه الورقة الفرنسية،
ايضا كل شيء مربوط بموضوع غزه وحرب غزه وما يجري في غزه. ليك انا بهذا الشيء كثير براغماتي، يعني انا بقول لك انه انا اليوم مطلق فريق بده يعطي فريق بده يكون اخذ منه شيء، ما في شيء هيك ببلاش. فاليوم ليش مطلق حدا بده يعطي دور لفرنسا؟ طيب واكثر من هيك، باداره فرنسا للمبادرات لم تكن موفقه في لبنان، ليش هلا بدي صدق انه هي حتكون موفقه؟ يعني هي ما عندها تاريخ ناجح في اداره الصراعات في لبنان. يعني بنفس الوقت بس نسعود الفشل الفرنسي المتتالي. سوري بس بعد بس بعد في شيء، الحزب عم بيقول انا اريد الاتفاق مع الخليج، انا اللي عرقل عهد ميشيل عون واللي كسر عهد ميشيل عون ليس الحصار الفرنسي، المقاطعة الخليجية، يعني القرار الخليجي بتربية البلد. طب وبالتالي أنا إذا بدي أتفق مع فرنسا والخليج مش قبلين، أنا بقول لك لشو؟ شو بتربحني؟ إنه هي علاقة الرئيس عون مع 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 القصر الرئاسي الفرنسي كانت عظيمة، تذكروا بس راح الرئيس عون والاستقبال اللي عملوا له إياه وكل هيدا، لم ما تقرشت، ما قدروا، ورحنا عملنا النفط مع توتال، ما قدروا الفرنسيين يروحوا يطلعوا النفطات، انسحبوا. يعني لا هيك، انا لا ارى انه الاستثمار او العلاقه مع الفرنسيين علاقه بتنتج شيء. يعني طب هذه الهزائم المتتاليه لفرنسا وعم نوصفها بكلمه هزائم، يعني من اب 2020 انفجار اب 2020 وصولا الى اليوم، ليش عم بتخلي فرنسا دوما هذه عندها ديناميكيه تجاه لبنان بوقت يبدو انه في الداخل اللبناني لم تعد الام الحنون ولا ما في حدا يريد استيعاب؟ لانه 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 بهذا المتوسط بعد عندها محل وحيد فرنسا فيها تكون عم تلعب فيه دور، هو لبنان. يعني بعد فيها، يعني بعد بيجي مسؤوله بيستقبلوه بيعملوا له قيمه، بعد قادره تكون عم تلعب دور، بس انه هذا الدور ما عم تعرف تروح لتقرشه. يعني انه هلا انا بقول لك اليوم مثلا الدولة القطري، اي واحد بده يروح ينظر له. هلا لما تقول لي الدولة القطري بقول لك انه السوري كيف بده يقبل؟ طب السوري حيقبل؟ هل السوري قوة وحيدة قادرة يفرمل؟ مع فرنسا قلت لك في 4-5 قوة قادرة تفرمل، ايه، بس مع القطري؟ طب عم نشوف القطري اليوم عم نشوفه بطرابلس، ب 14 نيسان طلع السفير القطري على طرابلس، كان في كل فعاليات المدينة باستثناء اشرف ريفي. طب عم يشتغل سياسي زلمه، عم يشتغل مشاريع، عم بيقول انا بدي فوت على مرفق طرابلس، انا بدي. هل السوري بيحمل؟ السوري انا بقول لك اليوم له مصلحه بالسعودي، هو ما يقوله السوري، السوري عم بيقول يجي السعودي يستثمر بعكار وبطرابلس وبالبقاع، لانه السعودي فايد باستثمارات بسوريا. لا هيك، ايه القطري في له مخارج، عنده اصدقاء بالبلد حقيقيين، عنده القدره الماليه، الفرنسي بده يجي مشان ياخذ منك مصرياتك مش جاي يعطيك مصاري. طب السعودي كمان عنده شيء ينطلق منه، الامريكي عنده شيء كتير كبير ينطلق منه. يعني انا بقول مشكلة في فرنسا انه مستحيل انه يقدر يخرق باي مكان بهذه المرحله. هوكسين ليه مش رجع على لبنان؟ لانه هو هلا فهمت انه هو رايح بزياره عائليه، هو عائلته اسرائيليين، يعني مقيمين باسرائيل، فكما حطت الخارجيه الامريكيه امبارح بالليل انه هو بزياره عائليه وليست زياره عمل. هلا طبعا بالزياره العائليه بيكون في جانب عملي، وانا بعتقد هو بلبنان خلص. تقلك بوضوح، المشكله الموضوع لدى الاسرائيلي اليوم، انا برايي لحظه اللي بتخلص غزه الاتفاق مع لبنان مع الرئيس بري انجز بغالبيته على النقاط المتنازع عليها، على الموضوع 1701، على الحدود، على دور الجيش، على دور الاسرائيليين من جهتهم وحزب الله من جهته، تحت عبارة اعاده تموضع الجيش. هلا فيهم يلاقوا مخارج انه مشان 14 قدر يكونوا مبسوطين والحزب يكون مبسوط، بيلاقوا اشياء يعني، بس انه بالمبدا انت عم تيجي تقول انا رايح لاعمل اتفاق طويل الامد، استقرار طويل الامد بين لبنان وبين هذا الاسرائيل، ورايح زيل اذا بدك مفاعيل الاشتباك، وكمان رايح حل قصه النفط. يعني عم بعمل انا ثلاث اشياء فعليا، فيهم يسموها بدهم اياه، بس انه اخر النهار في فريق كان بدهم اياه يرجع لبعض الليطاني، عم بيقول لهم ما فيني ارجع لبعض الليطاني لانه هو الاهل، لانه هو الاهل الضياع. يعني هي الضياع لها تخريجه معينه، لها تخريجه معينه. انا وقتها عم يخلص بس كمان سريعا، موضوع رفح اليوم البعض يقول أو نقل عن مسؤول كبير في حزب الله، ما بعرف مين هذا المسؤول الكبير، ولكن نقل بوسائل الإعلام أنه إذا ولعت أو قامت إسرائيل بما تريد القيام به برفح، هذا يعني انفجار كبير في المنطقة. لا
انا برايي انه ما في هذا الجو، يعني ما في جو انفجار كبير، لكن الانفجار الكبير مرقنا بليله بين ايران وبين اسرائيل، هذا كان الحد الاقصى، كان بتفجر ما بيتفجر. فاذا انت هديك ما فجرت، يعني هلا شو بعد بده يفجر؟ يعني والمقاربه تبعت غزه لم تعد هون. كان في لحظه انفجار كبير لما كان الحزب مثلا او المحور يفترض انه ممكن حماس تنكسر. اليوم صار في ثقه مطلقه انه سواء فاتوا على رفح او ما فاتوا على رفح يعني مش رح تنكسر حماس. وبالتالي ذال هذا القلق الذي حكم الاداء او الخطاب بمرحله من المراحل. يعني غير متخوف من انفجار ابعد من الجبهه الجنوبيه؟ من رد فعل اسرائيليه اذا المعركه برفح كانت 6 أسابيع كما يقول الاسرائيلي ولم تنجح هذه المعركه، اسرائيل بدها متنفس بمكان، الن يكون لبنان هذا المتنفس؟ لا ليك، بعد 200 يوم جيش اكل كل هذا الخبيط، عنده كل هذه المشاكل الداخليه، مرق بكل يلي مرق فيه الجيش الاسرائيلي. وتنكون كثير واضحين، صلوا هلا شهرين وثلث، شهرين ونص عم بيقاتل تيفوت على حي اسمه حي الزيتون، حي محاصر من 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 40 سنه. طيب ما عم يقدر يفوت عليه، بده يجي يفوت مثلا على مارون الراس، في 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 يدمر، عنده قوه تدميريه ما حدا بيشكك فيها، بس القوه التدميريه الجويه اللي عنده اياها الاسرائيلي في مقابلها قوه تدميريه صاروخيه. لهيك فكره انه الجيش الاسرائيلي بده يجي يفوت على لبنان كل يوم عم بتبعد، كل يوم عم بتبعد، ولكن هي سيناريوهات موجوده، يعني عند الحزب في محاكاه لهذا الموضوع، ولكن على ارض الواقع صارت كثير صعبه. يعني لهيك حتى الاوروبي اللي اجى هدد الحزب من 200 يوم اليوم بطل قادر يجي يهدد، خلص كله عم يعرف انه اوراق القوه خلصت. ليك امريكا اليوم فاتحه حرب مع روسيا، مع روسيا باوكرانيا، وفاتحه حرب مع الصين بتايوان، وفاتحه حرب مع ايران باسرائيل، وصار عندها حرب داخليه، يعني صار عندها هذا الشيء الداخلي. فهول كثير كتار، يعني ما نصدق انه في حدا قادر يعمل كل هالاشياء بنفس الوقت، وانه وعندها انتخابات رئاسيه. طبعا طبعا قادم. انا برايي ما يحصل في امريكا، اول شيء اللي عملوه حماس، صمود حماس معطوفا على ما يحصل في امريكا اليوم، في خدنا لحل. يعني الرئيس الامريكي اليوم بده حل، هل حيضغط على الاسرائيلي ليقول له خلص اقبول بطل فينا؟ يعني لا انت بعد فيك ولا انا بعد فينا. بس اثبت الاسرائيلي انه غير قابل للضغط. بلا بلا قابل، يعني بكل المسار ما عملت الولايات المتحده ذروه الضغوط، عملت ضغوط بس ما عملت ذروه الضغوط. لما الولايات المتحده تقول لها بطل فيني ابعت سلاح، لما الولايات المتحده تقول لها بطل فيني ابعت مصاري، الاسرائيلي بيغير. يعني اخيرا غسان سعود، انا وقت خلص، اخيرا كمان تكون شملت كل المواضيع، البحريني في لبنان، يعني وزير خارجيه البحرين في لبنان، اي معنى ايضا لهذه الزياره؟ ونحن بنعرف الوضع البحريني، العلاقه اللبنانيه البحرينيه جيده جدا، ولكن كان دائما في نأزه. المشهد الاقليمي الجديد، مشهد الاقليمي الجديد، في منطقه رايحه على تفاهمات، كلنا عم نتفاهم مع كلنا، كله عم يحكي مع كله، خي الايراني عم يحكي مع كل الناس، والامريكي عم يحكي مع كل الناس. طب ماذا يريد بحريني من لبنان؟ يعني ليكون بهذه الزياره؟ لا صديق، بده يرجع يقول انه انا جزء من هذه التفاهمات. بس البحريني قبل العيد كمان نروح ننتبه شو عمل، بس كان عم ينحكى انه الايران بده يرد بالقنصليه الاسرائيليه بالبحرين، البحريني شو عمل؟ اطلق عدد هائل 5000 بعتقد اسير او موقوف بحريني شيعي بين اثنين، اطلقهم تيقول انه حسنيين، انا ما عندي مدري شو، كل المنطقه رايحه على تفاهمات. الا البعض اللي بده يعيش هذا التوتر، بده يعيش هو بجزيرته، بده من 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 محل ما بلشنا، هلا عم يخبروني انه كان في اشرف ريفي حده، هلا انا هون بطلق، يعني بطلق تحدي، بطلق مسابقه، بطلق مدري شو، في عزيمه عشاء مرتبه للي بيقدر يعرف اشرف ريفي بكم لقاء مشارك، بيعمل بكل يوم لقاءين قبل الظهر، بيطلق وثيقه مدري وين، وبعد الظهر وثيقه مدري وين. بس ثابت انه بالمعارضه شفيفه. ايه طبعا، من رجاليه المؤتمر، وين بده بالمعارضه غصب عنه، المعارضه الاساسيين. ايه فانه هول في ناس وين ما تعيط لهم بيروحوا. هلا صار لأنه في سني بارز الى جانب سمير جعجعلي. اي سني بارز الميناي بطرابلس، سوري، الجمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه، المشاريع عندهم نيبان، واشرف لي في نايب مشينا، يعني مش انه شكرا لك حسن سعود على هذا الحضور، شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.